ما هي حدود عورة الرجل في غير الصلاة وهل الفخذين منها وما حكم النظر إليها؟ العورة ما بين السرة والركبة، هذا هو أصح أقوال العلماء، والفخذان من العورة، هذا هو الأصح، عورة الرجل ما بين السرة والركبة، هذا هو الصواب من قول العلماء. وقال قوم أن الفخذ ليس من العورة ولكن يستحب ستره ويتأكد ستره ولكن ليس من العورة، ولكن قول مرجوح والصواب أنه من العورة. وجاء في هذا عدة أحاديث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، ولأنه يجر إلى الفتنة، متى بدأ جر إلى الفتنة، ولا فينا من أصحاب الجمال والمنظر الحسن فإنه يفتن الناظر إليه. المقصود أنه عورة مطلقة ما بين السرة والركبة، هذا هو الصواب، فالواجب ستره في لعب الكرة وفي غير ذلك.